على مشارف انتهاء الدور الأول من المونديال، وأحيينا الحديث على جمال بالماضي وعلى الإقصاء وكأن الأمر حدث يوم أمس فقط. وذهبنا يا عماد ونحن نتحدث على بالماضي وعلى المنتخب الوطني لنناقش البديهيات. هل قلنا يا عماد في هذا البلاطو بأن الجانب التقني يتحمله أحد المناصرين الذي كان في تشاكر؟ هل قلنا بأن الجانب التقني يتحمله لاقطي الكرات في مباراة الجزائر الكاميرون؟ من البديهي أن يكون الذي يتحمل الجانب التقني والفني هو المدرب كان اسمه جمال بالماضي. لكن أن نقول بأن نسبة قصامة في تلك المباراة كانت ضئيلة أمام أخطاء بالماضي فهذا هراء وكذب وبهتان، ولا يجب أن يعني أن نقول ما لا يجب أن يقال في حق الرجل يا عماد. أنا من منطلق مبدئي كإعلامي نحن نرفض فتح النار على سيارة الإسعاف، فما بالك بأن نفتح النار على المسعفين؟ نحن اليوم في الجزائر بدأنا نفتح النار على المسعفين وليس على سيارة الإسعاف. جمال بالماضي إلى أن يثبت العكس هو الناخب الوطني للمنتخب الوطني الجزائري، وجمال بالماضي إلى أن يثبت العكس شرع في مخطط أو المشروع الثاني بعد العودة إلى الإقصاء، وجمال بالماضي إلى أن يثبت العكس يا عماد يدرك جيدا ما له وما عليه. لماذا نريد مرة أخرى أن نضع على رأس المنتخب الوطني الجزائري 40 مليون مدرب عوض مدرب واحد اسمه جمال بالماضي؟